أهلا بكم من جديد. سعوديات متطوعات في كل عام لخدمة الحجاج، يقومن بمساعدتهم وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم. الزميل عبد العزيز الفضلي لدي المزيد. في الميدان يشاهدنا الكثير تركوا بيوتهن لخدمة ضيوف الرحمن. بين الحجيج ووسط الحشود تجدهم يمدوا أيدي العون ويسعفون كل من يحتاج المساعدة. لا ترى في محياهم سوى الابتسامة، وبأمل كبير يقدمنا عملا نبيل دون أي مقابل. شيء صراحة كان جدا صعب أنك تسيب أهلك 13 يوم من غير عيد، من غير فطور يوم عرفة معاهم، تقعد لحالك مع ناس غرب ما تعرفهم، بيئة جديدة، مكان جديد، يعني كان جدا صعب مع الحجاج اللي إحنا جايين عشان نخدمهم وسايبين أهلنا عشانهم، ده كل شيء بيهون. الاستشعار روحانية المكان، كون أنا أسيب أهلي وأجي أضحي بوقتي، هذا الشيء صعب يمكن على البعض، لكن سبحان الله لما الواحد يستشعر هذا الشيء في داخله راح يكون عنده عزيمة وإصرار وقابلية على إنه يقدم الخير حتى لو في أي مكان كان موجود هذا الخير. 60 فريقاً إسعافياً تدربوا خلال 44 يوماً في أكاديمية متخصصة، تواجدوا بين جنبات المشاعر، تناوبوا ليل نهار على هذا الشرف، شرف خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي بيته العتيق. دورنا هو خدمة إسعافية أولية نقدمها لحجاج بيت الله. طبعاً إحنا ما بنكون داخل مراكز صحية ولا شيء، بنكون على طرق الحجاج وقت ما يحتاجونا بيلاقونا، منتشرين في جميع أنحاء منى، فرق كثيرة جداً على ممشى على مدار مشى الحجاج في المشاعر. حش كان جداً مدرسة واقعية، كيف نتعلم منها من الدراسية وتطبق الشيء اللي تعلمناه، فكان شيء ما يندرس في المدارس وشيء تطوع من أجل خدمة حجيج البيت الله وإعطاء صورة عن الشاب السعودي في كيفية استغلاله لأوقاته. أيدي ناعمة لكنها تمتد عونا للجميع. سعوديات ضحوا بالكثير ليكن في هذه البقعة ويتعلمن من أعظم مدرسة، مدرسة الحج، ويقدمن رسالة للعالم بأن السعودية بنسائها ورجالها يتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن. من جسر الجمرات بمشعر منى، عبد العزيز الفضلي، MBC.